مرحبا ومنحييك للي عم بيتابعونا عبر هوا صوت لبنان، الموجات 100.5 100.3 بالصوت او بالصوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5 عبر الابلكيشن وعبر vdl.me. لقاء جديد وانترفيو جديد بيجمعنا سوا على الهوا. اليوم كمان معنا هيك جيل جديد، جيل شاب عم بحاول يفرض كلمته او يوصل كلمته، تما نقول انه يفرض وتنفهم كانه عم يفرضها بالقوه، ولكن هو عم يفرضها بالمنطق، بمنطقه هو كيف بيشوف الامور ولوين عباله يوصل بلبنان اللي عباله هو يعيش فيه. اليوم رح نواكب مره من جديد مشروع مناظره، هالمشروع اللي عم بيخلي هالجيل الشباب يحكوا، عم يعطيهم مساحة حرية كبيرة ليعبروا عن آرائهم خلال أكثر من مشروع وبرنامج مثل شو قولك والجيل الجاي. ونحن عبر صوت لبنان كان عنا إطلالات سابقة وكبنا هالحدث، كنا نواكبه بنقل مباشر وبلقاءات أسبوعية. اليوم لقاء جديد رح يجمعنا مع هالشبيبة لنحكي فيه عن تحضيرات للمواسم الجاية من هالبرامج اللي بتكون عادة ببث موحد بيشمل عدد كبير من المحطات التلفزيونية والإذاعية. اليوم معنا باستوديو بلال الحلبي، أهلا وسهلا فيك. شكرا. كيفك بلال؟ الحمد لله منيح. مسالم هالمرة، مرت الماضي كنت جاي ما في شي نشارع فيه، كنت جاي مرت الماضي كنت جاي هيك كان في عنا موضوع ما نطلع عنه بالأسبوع آخر الأسبوع، فكمالك كنا محمسين، هلأ جايين نشجع شباب. جايين نشجع. جواد باسيل كمان أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أنت أول مرة بتكون معنا اليوم بس مشارك عادة بهالمشروع اللي بدوم أكتر من برنامج، واللي مثل ما قلت أنا قبل شوي هو باب ومساحة للجيل الشباب ليوصلوا صوتهم. شو عملك توصل من خلال هذه المشاركة وليش؟ شو اللي حمسك لتشارك؟ صراحة أول شيء أنا مع فريق مناظرة، بقى نحن بمناظرة عنا هدف اللي هو أنه نوصل صوت الشباب والعالم المهمشة أو اللي ما عندهم محل يوصلوا صوتهم على الإعلام، من نقدر نعطيهم هذه الأوبورتونيتي، فهذا نحن الهدف تبعنا الأساسي. نعم. هلا عنا هذا المشروع عملناه أول سنة 2023، عم نرجع هلا 2024 عم نرجع نعمله مرة تانية، وفي كذا هدف منه يعني. فنحن أول شيء منبلش نعطي تمارين مكثفة للشخص يلي راح يفوت ويشارك معنا. هلأ بلال بخبرك يعني عن خبرته لأنه هو كان شارك معنا بال 2023. من بعد هول التمارين المكثفة هون نحن بنفتح المجال أنه يطلع يشارك معنا بنين شو يلي هن الجيل الجاي يلي هو إلكتروني، بيطلع على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الشريكة منهم قناة هون 100%. وفي عنا كمان الشو التانية اللي هو شو قولك يلي هو ديبيت شو، أكتر مناظرة ومناقشة، بيطلع على التلفزيون مع على الجديد وعلى كمان فيوتشر و OTV وكذا محطة تانية، وكمان على كمان بيطلع صوت لبنان أكيد. فنحن هذا الهدف طبعنا يعني، هول بدنا نعملهم هيدي السنة. فعم نجرب قد ما فينا انه نجرب ندعي شو اسمه، ندعي عالم وشباب انه يشاركوا ويقدموا معنا. والله منجرب نحن يعني، اذا فوتوا على صفحة مناظرة بيقدروا يشوفوا وين بيقدروا يقدموا اللينك ومطرح ماليزيا. اذا عبالك تعطي عنوان الصفحة، هي مناظرة على الفيسبوك اسمها يعني مناظرة بالعربي ولا بالاجنبي؟ لا بالاجنبي. اوكي بالاجنبي. في فوتوا يعبوا طلب استمارة معينة، شروط معينة، حي الله حدا بيقدر يفوت يعبي طلب وشو ما كان. حتى يعني نحن عم ناخد عالم من الأحزاب، عالم مش من الأحزاب، من وين ما كان، كل الطوائف كل الأديان كل أنت بمشروع كل مناظرة قلت لي ليش، شو اللي حمسك تفوت على هالمشروع وكيف بنيتوا أنتوا كفريق أسس هذا المشروع؟ هلا صراحة أنا فتت جديد ما بلشت معهم من الأول. نعم. بس أكيد هي يعني القيم اللي عندهم والأهداف اللي عندهم أنا بالنسبة لي هي كتير سامية، فهذا الشيء أنا دايما بشوف أنه لازم نوصل صوت الكل، خاصة العالم المهمشين واللي ما عندهم فرصة. فهذا يمكن الشيء اللي حمسني أكتر شيء. بلال الحلبي، أنت شاركت بالموسم الماضي وكنت ضيف معنا بإحدى الحلقات كمان هون، وعم بتشارك هلا بالموسم الجاي. شو فتحت لك هالمشروع؟ شو فتح لك بواب؟ شو فتح لك أفاق؟ وبشو عطاك أمل؟ يعني بشو تأملت من خلال هذا المشروع؟
هلا هو نظرا لأنا اختصاصي شوي مش اعلامي او حقوقي، انا ناشط اجمالا، انا اكثر عماله الطب، فتح ابواب بس انا ما بقدر فوت فيهم كلهم لانه في عندي اختصاصي ومهنتي المستقبليه بدي اعطيها تركيزي اكثر. من ناحيه الافاق والامال طبعا فتحت لي افاق كثير، من ناحيه المعارف يلي صارت عنا، من ناحية الحضور الاجتماعي، ومن ناحية الأشخاص يلي تعرفت عليهم بقلب مبادرة مناظرة. يعني نحن كنا 30 شاب وصبية مثل ما قال جواد مختلف المناطق اللبنانية والأحزاب، فمثل صار في نتورك كلها سوا بلبنان عم تشتغل عم تتواصل عم تحكي مع بعض عم تقرب الأفكار. أكيد بنعلق شمال يمين حتما، ولكن منقرب الأفكار أكثر، منتواصل أكثر، منتناقش أكثر، وبيصير في أحاديث فعلا مشوقة وسياسية ونشطية. فنعم انت عبالك تشارك فيهم كلهم، يعني بتحب تكون متواجد، بتحب تقول كلمة كانت بالأول مش عم تقدر توصلها على نطاق واسع، لقيت المكان اللي عم تقدر توصل رأيك فيه بكل حرية. طبعا طبعا مبادرة مناظرة فتحت لنا مجال نحن نعبر عن رأينا ونحكي شو عنا. هيدي الأنشطة متعددة جدا، يعني مثل ما ذكر قبل على القنوات التلفزيونية وعلى الراديو وهالمواضيع كلها. طبعا أنا بحب لأنه أنا قضيتي الأولى هي الشباب، قضيتي أنه الشباب لازم يشاركوا، مثل ما ذكرت حضرتك أنه بدنا نوصل رأينا وأوقات نفرض رأينا. فنعم دور الشباب كتير مهم بالمجتمع، أنك توصل رأي أو تفرض رأي هي أهم. هلأ أنت توصل لمرحلة انه تفرض فيها رأيك. لا حكيت عن هذا الموضوع اخر مره، لما يجي حدا يقول لك نحن كبار انت اقعد على جنب، لا نحن بنفرض راينا ساعتها. كل ما هي القصه ديمقراطيه وحوار وقصص بنتواصل رواق. مع الديمقراطيه بلبنان طبعا في ديمقراطيه، قد ايه في الديمقراطيه بلبنان لحد ما توصل لتفرض. بلال او جواد، قد ايه سقف الديمقراطيه بلبنان؟ ليك انا بشوف في بعض الديمقراطيه بلبنان، يعني نحن يوم في موازنة رح تكون ديمقراطية، ما بعرف صراحة نشوف. هلا عم بتتابعوا انتو كشباب بتتابعوا هلا هالشي اللي عم بيصير مثلا اليوم الموازنة، موازنة العام 2024 ما بعرف من وين بده يأمنوا لها هالمال، إذا بصيرتنا طاروا والبنوك طاروا ما بده يأمنوا هالميزانية. نحن كتير منتابع هذا الشيء، خاص نحن عملنا حلقة كاملة ديبيت يعني مش أقولك عن الموازنة، فأيه دائما نحن مضطرين نتابع وهيك، ومنحب نشوف يعني رأي الشباب على طول وكيف كل حدا. حتى عملنا يعني معه ضد الموازنة وشفنا عن جد الآراء يلي معه ويلي ضد والحجج تبع الاثنين، فمكون درسناها منيح. يعني بلال لو كنت تحت اليوم شو كنت عملت؟ شو بالموازنة؟ كنت شو كنت قلت لهم؟ يعني شو كنت بدي أقول؟ كنت بدي أقول لهم شو هالموازنة يلي ما بتفتح مجال للشباب أبدا يلي موجودة عنا، يعني عدا عن كل شيء، عدا عن أنه فجأة صاروا النفقات قد الإيرادات مدرك بسحر ساحر سبحان الله. فعدا عن هيك في عندي أنا تعليق كتير كبير، أنه إذا أنت كشاب بدك تفتح مؤسسة جديدة وتسجلها بلبنان بدك تدفع ضريبة $5,000. أنت إذا هاي الشركة بتسجلها بدبي أو بقطر أو بلندن أرخص من لبنان، فكيف بيكونوا عم بيشجعوا الاقتصاد وكيف بيكونوا عم بيشجعوا الشباب؟ فأنا بس عبالي أطرح هالسؤال عليهم للنواب الموجودين هنيك، وبدي أسألهم مين حط الموازنة؟ يعني طالما هني كلهم رافضينها مين حط لهالموازنة؟ سؤال يطرح نفسه طبعا. نرجع لموضوعنا لأن ما بدنا نوترك. في مواكبة، في تحضيرات، في موسم جديد، شو القصص الجديد اللي رح تدخلوها على الموسم الجديد؟ طيب نحن عنا أول شيء الشو الأول اللي هو جيل الجاي نغير شوي فيه، رح أول رح ينطلق قبل شو أول 100%. نحن هذا بينطلق هلأ بفبروري شهر الجين الله راد، وراح يكونوا عم بيشاركوا فيه يعني الأوبينيون ميكر يلي كانوا بسنة 2023، صناع القرار اللي كانوا بال 2023 شو راح يكون دورهم راح يكونوا عم بيشاركوا أول شيء بهذا الشو اللي هو عم بيعملوا سيجمنتس فيه، مشاركين أساسيين صاروا. أكيد أكيد نعم. راح يضلوا هني معنا نحن، يعني صحيح هن كانوا بال 2023 بس بيرافقونا طيلة ما المشروع ماشي يعني. نعم. فراح يكونوا هن عم بيشاركوا معنا، والجيل الجديد يلي جاي رح يكون عم بيشارك أكتر بشو أولك وكمان يشارك معهم بشي اللي جاي. في أفكار جديدة رح تنطرح بالمواسم الجديدة، في فقرات جديدة، في قصص رح تروحوا عليه يمكن ما عالجتوها أو ما ناقشتوها قبل. إذا قلنا معالجة ما في شي بيتعالج بلبنان، نقاش وأنشأ. ما بيخلوك تعمل شيء. هلا اكيد يعني اكيد رح نفتح مواضيع جديده ما نكون طرحينها من قبل، ويمكن اذا في موضوع كمان قبل تطرقنا له رجع هلا طلع مش غلط يعني نرجع نتطرق له عن جديد، بس اكيد نحن دائما بنبحث انه ننوع بمواضيعنا ونلاقي قصص جديده نحكي فيها.
وكمان يعني عم نشتغل هلا بعدنا بعد ما تحددت على الاخر شو الافكار او السيجمنتس الجديد اللي راح يفوتوا. قد ايه فيكم تستوعبوا اشخاص؟ هلا نحن عاده بناخذ 30 شخص بناخذ 30 شخص يعني على الموسم 30 شخص إناف على السنه كامله يعني. نعم. وبيكون فيها موسمين السنه يعني. نحن بنعمل موسمين سنه كامله. ايه 30 شخص يعني بيكونوا كافيين يعني مبدئيا هيك. على اي اساس بتختاروا؟ اوكي هلا هون احنا هذا الشيء المهم انه نحن اول شيء هو بقدموا الاشخاص عنا كيف ما كانوا من وين ما كان. نحن في عنا مثل كرايتيريا معينه بنشتغل عليها حسب هيدي الفورميا اللي هو معبيها او الاستماره اللي معبيها. فيها مثل علامات هلا بقلب الاستماره هون انا حابب احكي عنها شوي الاستماره وهيك اكيد بتصير بتعرف كيف نحن بننقي. في بقلبها اكيد الاسئله العاديه يلي هن أسئلة شخصية معلومات عن الشخص. في بقلبه سؤالين مهمين. أول السؤالين بيكون بيبينوا لنا عنه للشخص شو معلوماته إذا عمل بحث عن الموضوع كيف طريقته بالكتابة. نعم. وفي عنا كمان بعدين فيديو بده ينزله. هون هذا اللي يمكن شوي شوي سائلة بس إنه هذا الفيديو هو بيكون الإمضاء تبعه. بيكون يعني عن جد بيعبر عنه عم بيخبر عن شخصيته عم بيخبر عن موضوع معين بس انه اكيد هون بنشوف الالقاء طريقه الحكي شخصيته من خلال الموضوع المعلومات. فعلى اساس هول الثلاثه يعني نحن بننقي افضل 60 شخص. هول ال 60 نرجع بناخذهم بصيروا 30. بصيروا 30 كيف بيعملوا انترفيو قدام لجنه وهي اللجنه بتختار افضل 30 منهم يعني. ليه ما بتختاروا الستين تقسموه كل موسم تاخدوا 30 مش تكونوا عم تعملوا بتفتحوا باب أكتر لك إيه فكرنا الرأي لسيف تعدد أكتر بالأراء. إيه فكرنا بالموضوع بس الفكرة أنه أنت لهذا الشاب بس بدك تجي تعطيه عن جد فرصة كاملة أنه أفضل يكون عم بيشارك كل السنة يعني. يمكن لنا الثلاثين هيديك السنة شاركوا وحسوا بمحلات أنه ما عم بيطلع لهم كثير هو لانه ست حلقات بكل حلقه في ستة بيشاركوا فانه بده يقطع الدور على سينيور ديبيتر ما يعني يمكن يقطع عليه واحد دور مثلا مره اذا كانوا 60 ديبيتر او سينيور ديبيتر. فنحن لما يكونوا 30 شخص عم يطلع كل واحد سينيور ديبيتر او ديبيتر انه بيطلعوا ثلاث مرات يعني. بس نحن بهمنا نرافق كثير هول الاشخاص اللي معنا انه هن يكملوا كمان بعدين ويبينوا عن جد على السوشيال ميديا او عندهم بحياتهم انه بنحب نبني هذا الشخص مش بس انه نعطيه فرصه مره ويمرق. هلا بلال انت بالموسم الجديد شو راح يكون دورك؟ هلا ما بعرف حسب الاداره شو بتقرر بس انه حسب ما عم بيقول جواد هلا بخبرنا انه في مشاركه بالجيل الجاي لنا بهذا الوقت فنحن موجودين يعني. يعني يكون دورك كانه تقدم خطوه مش هتكون مثل ما كنت مرت الماضي صح؟ هلا هو مفروض نحن كدورنا الاساسي خلص يعني نحن بشو اولك ما بقى حنشارك شوي بالجيل الجاي. فهلا الفرصه الجاي للشباب الاخرين يعني احنا اخذنا فرصتنا هلا دور الباقيين. قلت لي قبل شوي عم تتعلم عم تعرف اوبينيون جديده وقصص جديده. طيب في موروثات اجتماعيه وسياسيه وبيئيه بيقولوا المثل بيقول الواحد ابن بيئته. كيف كشباب بتحاولوا تغيروا هالموروثات اللي اوقات بتكون بلوك صعب ببعير يعني هالعائلة مع هالشخص مع هالتوجه مع هالرؤية مع هالالتزام ديني سياسي بيئي بيئي يعني حسب البيئة المنطقة اللي هو فيها. هذا يا ريت بيئة كطبيعة. ايه مش قصدي البيئة الطبيعة حدث ولا حرج. فكيف انتو يعني كيف هالانفتاح عم بتترجموا وكيف بتحاولوا توصلوا يعني مثل ما حضرتك ذكرت في بلوكات مش بس عائلية مناطقية وطائفية ودينية وخارجية حتى بتصير كمان تأثيرات. أول شيء تفاجأت صراحة في أفكار أنا توقعت أنه زالت يعني بطلت موجودة. يعني في ناس بعدها مآمنة أنه لبنان ما خرج يكون مستقل ما خرج يكون عند استقلال. فطبعا أول شيء هاي كانت صعبة علي أنا أتقبل مثلا هيك أفكار. في ناس أفكارها بعد تطرفية أكتر في ناس أفكارها انفتاحية بعد أكتر كتير. فأول شيء كانت صعبة انه نقعد كلنا سوا يعني 30 شخص صار في تصادم ما كان موجود معنا جواد كان معنا الزميل مروة ابو فراج والزميل حسين يعني حلوا مشاكل كتير لانه يصير في تصادمات يعني اختلاف اراء مش طبيعي. بس مع الوقت مع تقريب وجهات النظر يعني بذكر في حدا خبر التاني عنا بالتدريب ارهابي فانه مع تقريب وجهات النظر شوي 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 مش الحال صار انه يعني انا صار في عندي القدره اليوم لما حدا يقول لي الراي الاخر بحط حالي محله انه انا لو كنت محله كيف كنت بفكر ليه عم فكر هاي ليه ما لازم افكر هاي. فلما كل انسان عنا بلبنان يفكر بهالشيء يحترم الخلفيه يحترم الراي ويحاول يتقبل بيمشي الحال. بس لما يكون عنا سياسه بلال انت حكيت عن نطاق اوسع انا بدي اخذك نطاق اضيق بعد
الاختلاط في بيئة، في بيئات معينة الاختلاط ممنوع، الزواج ممنوع، انك تحكي مع حدا من غير بيئتك ممنوع، من غير دينتك، من غير منطقتك. يعني انت وسعت المروحة، بعد في محلات اضيق. نعم صحيح صحيح، ولكن اليوم انا بشوف الشباب يعني كتير صار عم بيصير في انفتاح، بطل يعني كتير قليل، كتير عم بتقل انه لا هاي المنطقة ما تروح عليها، لا هاي الاشخاص ما تقعد معهم، عم بتخف عم بتخف. يمكن بعد الكبار شوي عم بيوجعونا راسنا، بس مع الشباب عم بتخف شوي. ماشي جواد، بتعينوا هالمشاكل اللي عم بيقول عنها بلال؟ يعني انتم كمسؤولين عن هالمجموعة عندكم صعوبة تحلوها انه تتقربوا وجهة النظر؟ انتم اصلا هذا هدفكم، بس تواجهكم هالمشاكل عم يحكي عنها بلال، كيف شو بتوقعوا بالنص او بين شغلتين؟ يعني كيف بتحلوها؟ هلا كل مره شيء حسب اكيد المشكل كيف بيصير، بس اكيد نحن اشكاليه تبع نقول مشكل. هلا نحن بنكون على الحياد يعني اكيد، وبنجرب انه نقرب وجهات النظر اكيد بالتواصل، يعني هيدا هيدا الحل الانسب. في صعوبة بإقناع الناس اللي عم يوصفهم مثلا بالمتشددين؟ صراحة يعني بمحلات كثير في صعوبة، خاصة انه بيصير عندك تكبر المشكل، بيصير برات مناظرة. في جيل جديد من عمركم، من عمر بلال ومن عمرك كمان جواد، في جيل هالقد بعده متأثر بآراء أهله بالعقلية وبالذهنية، عفوا بذهنية الأهل والعقل يعني والأهل. أكيد في كتير هيك، وخاصة أنه نحن مننبش كمان على هول العالم، يعني نحن مش أنه بهمنا بس ناخد عالم مجتمع مدني وعالم صح، لأنه كله موجود هني بالمجتمع هو تنسيل. نحن بدنا عالم حتى يعني أشخاص محزبين معنا، فمنشوف من كل ما عم قصد أنا حزب لاحظت أنا بس. لا هو مش قصده، هو قصده على الناس المتشددين، مش قصده أيه في المشكلة مش بس بالمتشددين سياسيا أو التابعين حزب على العمياني بدون الاقتناع، بيكون عندهم قناعة بخطوطه العريضة، في قصص أوطى أخف لازم تكون خلصت، بس بعدها ما عدها موجودة. صح، في قصص عشائرية بعد عشائرية، ممنوع يمكن يتزوجوا من هالبيئة، ممنوع يظهروا مع هالبيئة، ممنوع هون في حدا بيشرب هون في حدا ما بيشرب، يعني الأمور الحياتية البديهية. تعرف هذا الشيء غنى أنا بالنسبة لي، رح أقول لك ليش، لأن إحنا بس بدنا نعمل ديبيت، بدنا اثنين يتناظروا ويتناقشوا، إذا كلهم عندهم ذات الآراء ما رح يمشي الحال موضوعنا، ما رح يعني ما رح نقدر نطلع بحلقة. فنحن بهمنا هذا الشيء اللي عم تحكي عنه أنت وننبسط فيه، يعني لما يكون في هذا التنوع، إنه افترض بدنا نعمل حلقة عن الكحول، أيه؟ بدك حدا ضد مثلا وبدك حدا ما، فنحن بهمنا انه يكون في من الاثنين معنا بالتيم، فهذا الشيء يعني نحن بنشتغل عليه كمان. لو بده يخلق يمكن نزاعات او مشاكل او اشكالات بمحلات، بس هذا الشيء ضروري. طيب انت عم تنجح وانت عم تفشل، وما بعرف مين بتجاوبني على هذا السؤال. هلا انا كمشارك فيني اقول انه لا، باغلب الاوقات نحن عم ننجح، يعني نحن بنخلص الحلقه ما بندبك ببعض، يعني بنرجع بنروح بنكمل السهره بمحلات ضمنية ضمنية شو بيكون ضمنية لا لا لو عن جد كانت المشاركه بنروح بنكمل السهره سوا، بس انا ما بقعد حد هيك بقعد ما نحن هيك لي وعلي وحسن بيعلقوا بالصبح وبينزلوا بيشربوا سوا، فهي القصه لا انه كانت ناجحة كانت سلسة، أكيد في شوية إشكاليات مثل ما حضرتك ذكرت، بس نحن أنا من وجهة نظر مشاركين قربنا وجهات النظر، حتى في كتير حلقات تختلف القصة على شيء بسيط، يعني في حلقات مثلا آخر حلقة كانت عن الإلغاء الطائفية السياسية، كانوا فريقين، فريق عم بيقول النفوس قبل النصوص وفريق عم بيقول النصوص قبل النفوس، بس نقناتهم موافقين على الإلغاء الطائفية السياسية، فبتوصل آخر شيء للجوهر هو واحد، بس إنه شوي التفاصيل تختلف. بس من وجهة نظر إدارة ما بعرف شو بيقولوا. شو وجهة نظر الإدارة؟ بلا كمان أنا بوافقه يعني الرأي إنه كنا أكتر الوقت عم ننجح بهذا الموضوع، وكمان بمحلات عم نخلي الشخص يفكر بقصص مختلفة، ما يمكن ما يقتنع 100% بآراء اللي بوجهه، بس على قليلة بيكون سمعه، وهذه هي يعني الهدف طبعاً. برأيك جواد لأي مرحلة عم تنجحوا بتغيير؟ بالتغيير، يعني انتم هدفكم التغيير، وبهالبث المباشر قد ايه مهم اللي يعني عم بيكون على اكثر من محل، اكثر من حدا يحضره، اللي بيتابع هالمحطه او المحطه بنرجع للموروث، يعني انا من هالبيئه بتابع هالمحطه، من هالبيئه بتابع هالمحطه، فانتم بهالبث الموحد برايكم لاي درجه عم تساهموا بالتغيير؟ اوكي هلا نحن بناخذ عم توصلوا للافكار. صحيح، نحن بناخذ تصويت من الجمهور كمان، ونشوف هون تصويت الجمهور قد ايه تغير، ناخد عينه، ودائما كنا عم نشوف انه عم بيتغير، على محلات تغير بيكون صغير، محلات بيكون اكبر حسب يعني الموضوع وحسب كيف كانت الحلقه.
فهون نحن هذا هو هدفنا. وكمان مش بس نحن بدنا نغير، بدنا نوصل كمان عن جد اختلاف الآراء والمعلومات وكيف الشخص عم بيتناظر بطريقة هالقد بروفيشنال. يعني نحن هذا بهمنا أن يكون في حوار بناء وتناظر مثل ما بيقولوا هيك ما بطريقة محترمة. بالبرامج السياسية بيشبه بعضه بالكبيات، ما في ما بتوصل لهون مع جيل الشاب. الدقيقة إذا سلموا مش هقول لك 100% بس شوي شوي خفضوا سن الاقتراع، برأيك بتتغير أمور بلبنان؟ تتغير بتقلب هيك قلب كبيرة؟ هيدا السؤال هلأ سألتني، يعني احنا حاطينه بالاستمارة، لازم تاخدوني معك لازم تقدم معنا عن جد. ف أكيد بغير، لأنه يمكن جيل الشباب عندهم نظرة مختلفة عن عن الكبار هلأ، خاصة مع السوشيال ميديا والتطور وكيف عم بيشوفوا القصص. يعني يمكن القبل شوي بعد عندهم هذا الفكر القديم. فإن شاء الله إن شاء الله بنتمنى لكم التغيير اللي عبالكم توصلوا عليه توصلوا عليه، وإن شاء الله النجاح بالموسم الجاي. أنا بدي أشكر حضوركم معنا جواد باسيل وبلال حلبي. شكرا لك. حسك بدك تحكي شيء؟ لا، بتحب تخليني بعد أحكي بشيء؟ كلمة. ماشي، بس بشجع فعلا بشجع بس فعلا يقدموا على هذا الموضوع. بالنسبة لسن الاقتراع أكيد هذا بيصير في عنا تغيير، على أمل يعني يصير في تغيير مش سريع بس تصعيدي. أوكي، شكرا لكم. شكرا جواد، وهيك بنكون وصلنا لختام انترفيو عبر صوت لبنان. شكرا لكل اللي تابعونا.